يلا بينا كده سريعا نتعرف على حالة الطقس النهاردة، ومتوقع ان هي تكون حارة نهارا لطيفة ليلا، والرياح هتبقى ناشطة على القاهرة والوجه البحري. اما درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الجمهورية والعواصم العربية والعالمية، في البداية دايما بنبدأ من العاصمة المصرية القاهرة العظمى 36، الصغرى 26، اسكندرية 33 25، اسماعيلية حر شويتين 38 24، الدقهلية 36 25، الغردقة 38 27، والمنيا 38 23. كمان ناخد كده يعني لفه سريعه كده على بعض العواصم العربيه والعالميه، الرياض العظمى 43، صغرى 29، ابو ظبي 39 33، انقره 31 16، لندن 21 14، وواشنطن 30 22، وبكين 31 22.